وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا تعتقد أن هذه القضية فقط في الأفعال، لا حتى في المشاعر. مشاعري أنا ما أملكها. لا تقدر، والله تقدر. في الحديث الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حسين سبط من الأسباط، من أحبني تحب النبي عليه الصلاة والسلام فليحب. أمر في المشاعر يا رسول، فليحب حسينا. أحب الله من أحب حسينا. ما أقدر. عمر لما جاء ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي تعرفه: يا رسول الله انتحب إلي من أهلي ومالي إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: يا رسول الله انت أحب إلي من نفسي. قال: الآن يا عمر، مشاعرك تقدر تجاهد فيها وتوجهها في المكان الصحيح، انتبه تكون في المكان الغلط.